مليون مس على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا، زي ما جينا قلنا قبل كده صباعك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. جيبك مليان، جيبك فاضي، مع احمد مايكل هتبقى راضي. طبعا انا زي ما انت شايف كده عرقان بقى وبتاع ولسه بقيت البنطلون مبلول لان كلمني حد والنهارده الدنيا كانت بتشتي ومغرقه الدنيا. فالناس كيفه تيجي تتصل بيك تقول لك الحقني النداء بتقفل، الحقني اخر يوم جواز، طب وانتوا بتسيبوا الكلبه لغايه الاخر ليه؟ المهم ما علينا، كلمنا الراجل من رشيد، فكلمني قال لي عايز اتجوز، قلت له عيوني تحت امرك، والله انا عشان اجي لك التكلفه هتعمل 600 جنيه. فالراجل قال لي خلاص تحت امرك، قلت له يا باشا خلاص حول لي فودافون كاش وانا ايه اجي لحضرتك. الراجل مشكورا حول لي على طول الايه الفلوس. فطبعا اللي انا كده لازم اللي انا اعمل ايه؟ اللي انا اروح له. ناس بقى اللي يجي يقول لك طب تعالى ولما تيجي ولما اعمل تعرف اللي ده نصاب. واحد برده كان عايز ينصب عليا، ما انا مش عارف ايه الغيه اللي انا مثلا ممكن يوديني لغايه هناك، ممكن يوديني لغايه هناك ويجي يقول لي لا خلاص خد ايه؟ خد 200 جنيه، خد 300 جنيه مثلا. ممكن اروح لغايه ما هعمل بقى عركه واعمل مشكله، فخلاص ما بروحش بقى. لان الراجل اللي زي دوت اللي يجي يقعد يماطل في الفلوس ويقول لك طب تعالى طب مش عارف، انت يا عم ناوي كنبيع هتبعت لي ويلا بينا، مش ناوي يبقى في ان عندك، يبقى ما تفتكرش غير كده. نصاب هينصب عليا في ايه؟ ما انا مش هروح اديله فلوس، لا ممكن اروح هناك يقول لي لا والله اصل ما معيش الا 200 جنيه، ما معيش الا 300 جنيه، معيش مش عارف ايه، فممكن نخش في متاهات ياما. فبريح دماغي بقى، ابعت لي فلوس كان بيها، ما تبعتليش فلوس، خلاص يا عم روح ربنا يسهل لك الحال. جه الراجل النصاب ده يقول لي طب ما انا عندي ب 100 و 150 جنيه، طب ما اتجوز، عايزني انا اجي لك ليه؟ ايه الغيه وايه الميزه؟ فربنا يعلم. المهم هنروح ان شاء الله، طبعا الدنيا هنا بطلت شويه، هنتكل على الله ونروح ونشوف ايه الدنيا، بس برضه هعمل احتياطاتي، اخد معايا الجاكيت وربنا الستار ونشوف ايه الدنيا، احنا ونصيبنا، لان ممكن نروح نلاقي الدنيا بهدله وشيطه وايه، بس مش هنقدر ان احنا ناجل طالما الراجل ابتسم وبعد بعت الفلوس لازم اجباري اللي احنا نروح له. يلا بينا نشوف ايه الدنيا، ولازم تتعلم كويس تعرف تجوز ازاي، عشان لو انا ما عرفتش اجي لك او انا ما عرفتش اروح لك، يا ريت يا ريت يا ريت الناس تتعلم ازاي تعرف تجوز. يلا بينا عشان ما نطولش. وصلنا الحمد لله بالسلامة. شوفوا بقى ايه العقبة في الجوازة بتاعت الكلب، هل المشكلة في النكاية؟ هل المشكلة في الذكر؟ لسه مش عارفين أي حاجة. مستنيين بقى الناس. الحمد لله الحمد لله أتينا بالسلامة. يوم سهل الحمد لله. ظهر صاحب المرمى وراح فين؟ انت بتجري مني يا عم ولا ايه؟ ده يا عم ايه الناس دي يا عم؟ فجايبين لنا كل المشوار دوت ومبرولين وبتاع وبنجري. تعالى. انت فين ستوني؟ عامل ايه يا ريس؟ تعالى.
مش عارف بقت بتصعد وبتعمل الحبتين دول اللي انا مش عارف جايبه تلات وشوش عندي مش كده هو ورا كده طبعا دي النتايه هنبصوا طبعا الاول بنبص على النتايه ونشوفوا الفرق ايه المشكله فيها طبعا لازم طالما النتايه غريبه لازم نلبسها صمامه الاضمن طبعا الفرجه اهو كبير وفيها برضه زلاله هنا بس بنبصوا على النتايه هل لا قدر الله فيها بليه ولا لا ولا حاجه هي النتايه بس الفرج من هنا واسع وضيقه من جوه فدي طبعا النتايه بص خايفه كل ما تكبر كده فلازم حد يمسك معاك النتايه من قدام الدكه لما يجي يطلع لازم يتكبس بسرعه النتايه ضيقه من جوه فهنجربه كده ونشوفه ايه الدنيا ويا مسهل الحياه طب انت جربته مع الكلبه جوزتها جربت الجوز جربت نفخ مني كذا مره بس ماشي بس الدكه اهم حاجه بيطلع بيطلع ماشي يا مسهل الحياه يلا بينا النتايه خايفه زي ما انت شايف كده فلازم حد يمسكها عشان ما يجيش جنبها طبعا ممكن الدكر لما يجي يطلع طبعا الدكر ما شاء الله زي ما انت شايف كده كتير فلازم حد يجي يسند معايا اول ما الدكر يجي يطلع ويرفع النتايه لان هي خايفه يلا بينا كده امسك الكلب بقى شد الكلب شد الكلب شد الكلب طبعا في كلب بيطلع يضرب مره واحده سريع فلازم اللي انت تلحقه ما تمسكش الجراح عشان الكلب ما يمسكش لازم تعمل كده بعيد وتطلعه تاني يلا بينا اسند الكلب معايا. ده يفلت يعني. هو هيفلت. لا بالكلمة يا ابني. الكلمة دول كمان. يا عم اسمع بتلاقي ورانا وبتلاقي لو حد دخل الشارع بيه خلينا عليه بيجيبوا. اوعى البنزين ده. سيب الضغط سيب مش عارف هو طلع سيب يا الكلب ده يسيب يا عم ما تقلقش من البتاع ده يا عم سيب ايدك انت انت ايه بتاع
توزنه. ها؟ لا بتوزنه. ما تسيبش يا عبد الرحمن. الشغلة هنا في ايه؟ ابعد يا سيدي. الشغلة هنا لأن الفرج بتاع النكاية برفعه لفوق. بس. العضو بتاع البقر يا دوبك أنا بلمسه بس. لازم أعرف ألمسه وأكل بسرعة لغاية الآخر. بس يا سيدي. هي دي هنا النقطة. هو ده السنس. بالله عليك. بالله عليك. جربت كم مرة؟ جربت ثلاثة. يعني ثلاث ايام؟ ثلاث ايام. طب وكان ايه؟ ما تيجي كده جربت يعني هات لنا كده اللي الاستاذ كده اهو بتاع والراجل كلمنا يعني. لا انا جربت ثلاث ايام. ثلاث ايام الذكر ينفخ مني بره. وبس بتجوز قبل كده. انا بجوز قبل كده. انا يا رب ما تشوف الكلاب قدامك. صلى على النبي. مش شايفين الكلاب يا جدعان؟ الكلاب ياما. ايه خمس ست كلاب اهو غير اللي فاجئك عندي اهو. طب ما عرفتش ما قلتش لحد انا خلصت اللي انت صراحه بامان والله ما عادش هخلصها اللي انت وبالصلاه على النبي طالعه مره. ربنا يا يكرمك يا رب. هي يا جماعه بتبقى سنس بمعنى ان انا اعرف امسك فرج النتايه ارفعه لفوق. يعني فرج النتايه لما بيبقى واطي الكلب بيضرب بيفضل يضرب كده اهو ممكن يعور النتايه وتبقى خايفه. انا لما باجي ارفع كده اهو الفرج كده بتاعي وادخل الصبع كده اهو يبقى مسطره كده على طول. وهنا الفرج لازم ان انا ما امسكش الكلب ياما. اول ما احس ان هينفخ لازم انزل الكلب بسرعه لان هي المسكه دي بتقشعر العضو بتاع الكلب. لو قشعر لما هيجي يخش كده هينفخ قبل ما يخش جوه. يبقى كده خلاص نفخ. لازم انا الحق اخبسه كده لان عبال ما بيخش جوه بينفخ كده. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده ونرجع تكونوا استمتعتم معنا. وهنا سادتي وسادتي تنتهي حلقتنا اليوم والى اللقاء في الحلقه القادمه.